السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كنقول لكم مرحبا بكم مرة أخرى في قناة لاميا تي في فلوغ. اليوم إن شاء الله بغيت نتشارك معكم العشاء ديال اليوم. إن شاء الله غندير مقبلة وكذلك طبق رئيسي. بالنسبة للمقبلة أو لسالاد غندير سالاد بمطيشة مقطعة طراف، خيار، الذرة والزيتون مقطع. اما بالنسبه للطبق الرئيسي غندير الكفته ديال لاداند بالفرماج، ان شاء الله معمر بالفرماج. وبالنسبه للسلطه غندير لها غير فينيغريت، ما عنديش لا موطاط، غندير غير الملحه والبزار، شويه الزيت وكذلك الخل. اذا اول حاجه بعد ما غسلت يدي مزيان ضروري نعقمها بالمعقم بلا الكول. والله يبعد علينا هذا البلاء يا ربي، ان شاء الله الله يحفظنا. لان اول حاجه نعقم اليدين واخا غسلتهم. اذا نبدا بلا سلطه ان شاء الله. غناخذ اناء غندير فيه هاد المكونات، الخيار، مطيشه، مطيشة، الذرة والزيتون. ثم ناخذ السلافة نضيف لها الزيت، دايرة فيها شوية ديال الملح والبزار. نضيف لها أولا الخل، الخل الأبيض من الأحسن، الخل الأبيض وكذلك الزيت. نضيف الزيت دابا بدون مطاط، داكشي اللي متوفر عندي في الدار. الا كان عندكم الطون ديروه في الشلاطة كيجي زوين، دابا ما عنديش. كما تعرفوا الحجر الصحي ما بقيناش كنخرجوا، اللي كان عندنا في الدار هو اللي كنوجدوا به. ثم نضيفهم لسلطة. اذا هي السلطة واجدة. اما بالنسبه للكفته ديال لاداند درت لها غير شويه ديال الملح والبزار وشويه ديال الربيع. مخلطه هي اصلا ديجا فيها توابل، شريتها بالتوابل ديالها. كانت شويه مسوسه داكشي علاش درت لها الملحه وشويه ديال الربيع وكذلك البزار باش نسمو. اذا نبداو على بركه الله الكفته. ناخذ القليل نكورها بحال هكا، نبسطها وندير فيها الفرماج. نحاول ما تكونش فراغ باش ما تخرجش لينا اثناء القلي. صافي نوضعها جانبا. نفس الطريقة على حسب عدد الأفراد.
اذا نكمل الدوائر كامله او الخبيزات كامله ديال الكفته ونرجع لكم ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين شعلت على الزيت يسخن باش نبدا نقلي ان شاء الله الكفته. وقبل ما نبدا نقلي درت توصل فيه شويه ديال السميده، درت فيها هاد الكفته صافي. دابا سخنا هاد الزيت مزيان غنبدا نقلي ان شاء الله. نوجد واحد جوج فرشيطات باش نقلبهم. كما كتشوفوا علاش كنديرهم كبار حيت مع الطياب كيصغارو كتخلص الحجم ديالهم. دابا قلبتهم الجهة الاخرى، نضغط عليهم بالفوكشيط باش يطيبو مزيان من الداخل. إذا صافي هاد الطابو خاصني نحيدهم دابا. إذا أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية الفيديو، هذا هو الشكل النهائي ديال العشاء اليوم. كنتمنى يعجبكم وما تنساوش ديروا لايك تابعونا في القناة. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.